السلام عليكم، أهلا بكم أصحابي في درسنا النهاردة مقارنة الكسور. تعالوا كمان نتعلم إزاي نجمع ونطرح الكسور مختلفة المقام. المثال الأول عندي مقارنة الكسور، بيقول لي أيهما أكبر، 4 على 7 ولا 2 على 3؟ طب عشان نعرف مين الكبير لازم نعمل ايه؟ لازم نجيب ميم ميم ألف للمقامين. يعني ايه ميم ميم ألف؟ يعني العامل المشترك الأكبر. العامل المشترك الأكبر للمقامين هو كام؟ ده أنا عندي المقام 7 والمقام للكسر التاني 3، يبقى العامل المشترك الأكبر للمقامين 7 و3 هو كام؟ هو 21، عشان 7 في 3 ب21، يبقى أنا لازم أوصل المقامين لل21، لازم أوحد المقامات. طيب الكسر الأول أوصل المقام إزاي ل21؟ أضرب في 3، 3 في 7 ب21. طب أضرب في المقام بس؟ لا، أضرب في البسط كمان، أضربها في 3، يبقى ضربت تحت في 3، أضرب كمان البسط في 3، بسط ومقام يتضرب أو يتقسم على نفس العدد، 4 في 3 ب12 و7 في 3 ب21. طيب 2 على 3 ازاي اوصل 3 لل21؟ اضرب في 7 بس، اضرب في 7 بسط ومقام، يبقى 2 في 7 ب14 و7 في 3 ب21، وكده يبقى انا عملت ايه؟ وحدت المقامات. ده مهم جدا عشان اقارن الكسور، وبكده ابقى وحدت المقامات ونعرف نقارن بقى البسط مع البسط. يعني بقت 12 على 21 اكبر ولا اصغر من ال14 على 21؟ المقام هو هو، نبص للبسط، دي 12 ودي 14، مين الكبير؟ ال14 طبعا، يبقى 12 على 21 اصغر من ال14 على ال21، وبالتالي في السؤال كانت ال12 على ال21 ال4 على 7 تكون اصغر من ال2 على ال3. ونشوف المثال اللي بعده، نجمع ونطرح الكسور المختلفة المقام ازاي. اول مثال عندي اصحابي 7 على 10 زائد 1 على 100. لازم اوحد المقام، العشرة دي ازاي اوصلها المية؟ اضرب بسط ومقام في 10، 7 في 10 وتحت 10 في 10 ب100، عشان اوصل المقام الاول للمقام التاني. ونكتب 1 على 100 زي ما هي، بيساوي نضرب مع بعض 7 في 10 ب70، كلنا حافظين جدول الضرب، 10 في 10 ب100 زائد 1 على 100 زي ما هي. واخيرا وصلت المقامات ووحدتها. نجمع بقى البسط مع البسط، 1 زائد 70 تبقى 71، ونحط المقام هو هو، ونجمع البسط الاول مع البسط التاني. والمثال التاني بيقول لي 5 على 18 ناقص 1 على 6. 5 على 18 ناقص 1 على 6 محتاجين توحيد مقامات، لازم مقام الكسر الأول يكون زي مقام الكسر التاني. الستة ازاي نوصلها ل18؟ 6 في 3 ب18، يبقى خلي 5 على 18 زي ما هي الإشارة بتاعتي. ال1 على 6، الستة وصلها ازاي ل18؟ اضرب بسط ومقام في 3، 6 في 3 ب18، ونحط 5 على 18 زي ما هي، والناقص 1 في 3 ب3 و6 في 3 ب18. اخيرا وصلت لتوحيد المقامات، انزل المقام زي ما هو واطرح البسط الاول من البسط الثاني، 5 ناقص 3 2. طيب واسيبها زي ما هي كده؟ لا، احط الكسر في ابسط صورة، على 2 فيها 1، 18 على 2 فيها 9، ويتبقى لي 1 في البسط و9 في المقام، يعني 9 1 على 9. والمثال اللي بعده بيقول 2 على 5 زائد 2 على 3. مفيش مقام نقدر نوصله للمقام التاني، يبقى نجيب ميم ميم ألف للمقامين، العامل المشترك الأكبر للرقمين 3 و5 15، 3 في 5 ب15، يبقى عشان أوصل المقام الأول ل15 يبقى أضرب بسط ومقام في كام؟ أضرب بسط ومقام في 3، يبقى 2 في 3. طيب زائد المقام الثاني عشان اوصله ل15، اضرب الثلاثة دي في كام؟ اضرب بسط ومقام في 5، اضرب بسط ومقام في 5، يبقى 2 في 5 بيساوي، نضرب بقى 2 في 3 ب6 على 15 زائد
اتنين في خمسة بعشرة على الخمستاشر، وأخيرا وصلت لتوحيد المقامات. أحط المقام زي ما هو وأجمع البسط الأول مع البسط التاني، ستة زائد عشرة ستاشر. ونشوف المثال اللي بعده، عايزين نوجد الناتج في أبسط صورة. ظهر لنا مسألة حلوة كبيرة بس مفيش حاجة كبيرة علينا. واحد واربعة على سبعة ناقص عشرة على عشرين، ده لازم ارفع الكسر. وطريقة رفع الكسر ازاي؟ اضرب العدد الصحيح في المقام واجمع عليه البسط. اضرب العدد الصحيح في المقام واجمع عليه البسط واخلي المقام زي ما هو، ناقص العشرة على الواحد وعشرين بيساوي. طب واحد في سبعة بسبعة زائد اربعة بحداشر، حداشر على السبعة ناقص عشرة على الواحد وعشرين. طيب لازم اوحد المقامات، السبعة توصل للواحد وعشرين ازاي؟ ان اضرب بسط ومقام في تلاتة، اضرب بسط ومقام في تلاتة، يبقى سبعة في تلاتة بواحد وعشرين، وتلاتة في حداشر سامعاكوا بتقولوا بتلاتة وتلاتين، ناقص عشرة على الواحد وعشرين. وبكده وصلت لتوحيد المقامات. انزل المقام زي ما هو واطرح البسط الاول من البسط التاني، تلاتة وتلاتين ناقص عشرة، تلاتة ناقص صفر بتلاتة، وتلاتة ناقص واحد باتنين، يبقى طلعت لي تلاتة وعشرين على واحد وعشرين، وده الناتج بتاعي. طيب المسألة اللي بعدها يا أصحابي كبيرة شوية، دول جمع وطرح تلات قصور، سبعة على التمانية زائد خمسة على التمانية ناقص واحد على الخمسة. طب ما تيجوا نعمل فكرة ظريفة ونجمع الأول المقامات المتوحدة، أول كسرين عندي مقاماتهم متوحدة الحمد لله، تعالوا نجمعهم. نحط التمانية في المقام ونجمع السبعة زائد الخمسة، سبعة زائد خمسة اتناشر ناقص، ونحط الواحد على الخمسة، يعني هنقسمها جزئين. أول حاجة أجمع الكسر الأول مع الكسر التاني، ليه؟ لأن مقاماتهم متوحدة، وبعد كده نقص منهم الواحد على الخمسة، يبقى يديني 12 على 8 ناقص 1 على 5. عايزين بقى نعمل فيهم ايه؟ نوحد المقامات. طب 5 و 8 مفيش مقام يوصل للتاني، يبقى اجيب العامل المشترك الاكبر للرقمين، والعامل المشترك للرقمين هو 40، لان 5 في 8 ب 40، يبقى انا عايز اوصل المقامين لكام؟ ل 40. طب عشان اوصل ال 8 لل 40 يبقى اضرب بسط ومقام في كام؟ في 5، 12 في 5 ب60. طب المقام الثاني عشان اوصله ل40 لازم اضرب في 8، 5 في 8 ب40، يبقى بسط ومقام اضربهم في 8، 1 في 8 ب8. طب تعالوا نطرح بقى البسط الاول من البسط الثاني، الحمد لله وحدت المقامات، انزل ال40 في المقام، 60 ناقص 8 تعالوا مع بعض نطرح، صفر ناقص تمانية ما تنفعش، استلف من جارتي اللي جنب الستة اخد منها واحد تبقى خمسة، والصفر يبقى عشرة، عشرة ناقص تمانية اتنين، والخمسة تنزل زي ما هي تطلع 52 على ال40. ونشوف المثال اللي بعده، بيقول اتنين واتنين على التلاتة زائد واحد على خمسة ناقص الاربعة على الخمسة، وتعالوا بينا نشوف هنحلها ازاي. الاول ارفع الكسر، معروفة بقى لازم الاول ارفع الكسر. طيب ارفع الكسر ازاي؟ العدد الصحيح في المقام 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب6، ونزود عليها الاتنين اللي في البسط تبقى ب8، 2 في 3 ب6 زائد 2 ب8 على التلاتة زائد الواحد على الخمسة، هو حاطط لي قوسين في اول كسرين ناقص اربعة على خمسة، احط باقي المسألة زي ما هي. طب هو ليه يا ترى حاطط لي القوسين دول؟ بيقول لي اجمع دول الاول وبعد كده الناتج اطرحهم من الكسر الاخير، يبقى انا لازم اجمع دول مع بعض الاول. طب تعالوا نوحد المقامات، نوحدها على كام؟ دول تلاتة وخمسة في المقام، يبقى يتوحد على الخمستاشر زائد الخمستاشر. طيب عشان اوصل التلاتة للخمستاشر اضرب في خمسة بسط ومقام، يبقى تمانية في خمسة، يبقى تمانية في خمسة بكام؟ تمانية في خمسة باربعين. طب الكسر التاني عشان اوصلها للخمستاشر اضرب بسط ومقام في تلاتة، واحد في تلاتة بتلاتة، وبعد كده احط القوسين زي ما هو وانزل الاربعة على خمسة زي ما هي واقول يساوي.
بعد كده يا اصحابي تعالوا بقى نجمع المقامات، اتوحدت 15، 40 زائد 3 يبقى 43، واحط ناقص 4 على 5 زي ما هي. طب تعالوا مع بعض بقى نوحد المقامات، ده 15 وده 5، الخمسة توصل للخمستاشر ازاي؟ ان انا اضرب بسط مقام في 3، يبقى 43 على 15 زي ما هي ناقص احط المقام 15 واضرب البسط في كام؟ في 3، 4 في 3 ب 12، 4 في 3 ب 12. وتعالوا نطرح، خلاص وصلنا لتوحيد المقامات، انزل ال 15 واطرح ال 43 ناقص ال 12، واحده واحده، 3 ناقص 2 1، و4 ناقص 1 ب 3، يبقى طلعت 31 على ال 15. وبكده يا اصحابي يكون درسنا خلص النهارده، معنى فهمنا اتعلم ببساطه.